بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. الناس كلها بتسأل دلوقتي خلال الايام اللي جاية الذهب هيكون على ترند صاعد ولا هابط؟ يعني الذهب هيرتفع وينفجر في الارتفاع ولا هيهبط واسعاره هتنزل لتحت كتير جدا جدا. كمان ايام الاعياد اللي جاية اعياد اخواتنا المسيحيين كل سنة وهم طيبين، هل اشتري في الايام دي ولا لا؟ الناس كلها بتتكلم عن انه هيكون في موجة ارتفاع كبيرة جدا جدا. تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه هي الاحداث اللي ممكن تاخد الذهب معايا خلال الايام اللي جايه الارتفاع علشان خاطر تكون عارف تشتري ذهب ولا لا. كمان هل الفرصه فاتتك ولا لا، وخصوصا بعد كلام جيروم باول فلوسي بقى وذهبي راحوا عليا ولا هعمل ايه دلوقتي؟ هنتكلم مع بعض في كل التفاصيل دي واحداث جديده مهمه جدا 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 هتغير مسار الذهب. ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. نهايات الاسبوع الماضي قلت لحضراتكم بعد المؤتمر الصحفي بتاع جيروم باول وساعتها الذهب وصل ل 2330 دولار للاوقيه، ساعتها انا قلت لحضراتكم ممكن ترجعوا للحلقه دي ان موجه ارتفاع الذهب اللي حضرتك ممكن تشوفها في الايام اللي جايه دي بسبب انه الاسواق بدات تاخد الصدمه، يعني الاسواق اخذت الصدمه وخلصت خلاص ومش يعني معتبره انه الكلام بتاعه مؤثر قوي، بالرغم ان الكلام اللي هو قاله الحقيقه كان يهد الذهب مش يرفع الذهب، لكن قلت لحضراتكم انه الاحداث الجيوسياسيه اللي كانت موجوده كانت شايله الذهب بصوره كبيره جدا، وبدانا بالفعل نشوف الذهب بينزل من 2330 دولار للاوقيه ل 2287 دولار للاوقيه. لانه الحقيقه فكره التخفيض لاسعار الفائده بدات تغير موقفها كتير جدا كتير جدا من المؤسسات الدوليه وكل المحللين الاقتصاديين اللي كانوا بيتكلموا عن انه هيتم تخفيض اسعار الفائده شهر 12 القادم شهر 6 القادم. لما بدانا ندخل ونقرب من شهر 6 بدا هو يصدر تصريحات فظيعه جدا، تصريحات تهد سوق الذهب، تصريحات يعني الى حد ما بتحفز المستثمر انه يلجا للاستثمار في الدولار علشان خاطر يقوي العمله بتاعته، وبدا في الفعل الذهب يتاثر وبدا خلاص اداه قياس الفايده تبعد تماما المؤشرات اللي كانت قايسه قبل كده انه بنسبه 70% هيخفض اسعار الفايده في شهر 6 القادم، شهر 6 دي اتغيرت وبقت شهر 12 او ديسمبر القادم. طيب هي اسعار الذهب اصلا دلوقتي مرتفعه ولا منخفضه؟ عيار 24 عندنا في مصر مسجل 3519 جنيه، عيار 21 مسجل 3070 جنيه، عيار 18 2630 جنيه، والجنيه الذهب مسجل 24640 جنيه، الاوقيه 2301 دولار للاوقيه. طبعا احنا كلنا عارفين داخلين على فتره اعياد او اجازات. من اول النهارده ان شاء الله هيكون عندنا اجازات واجازات للبنوك. قلت لحضراتكم من كام يوم في ايام الاعياد ما بنشتريش ذهب، في ايام الاعياد ممكن استغل الارتفاع واشتري وابيع ذهب، ده لو انا حابب ابيع ذهبي، ولو ان الاسعار الحاليه مش هي اعلى اسعار ومتوقع انه يكون في احداث جيوسياسيه الايام اللي جايه هترفع معاك اسعار الذهب كتير جدا، علشان كده ولا هنبيع ولا هنشتري. هتقولي ما ممكن تكون فرصة واشوف الذهب بيرتفع واشتري وابيع، سوري هقول لحضرتك لا ما تبيعش. ليه؟ هقول لحضرتك دلوقتي حالا، لانه امبارح كان في اعلان واضح وصريح بالتصعيد من مين؟ من الحوثيين، بيعلنوا عن التصعيد والبيد في مرحلة رابعة للتصعيد، وقال انه بعد كده والايام اللي جاية هيمنع مرور اي سفينة اسرائيلية في البحر الاحمر، والتصعيد ده هيكون ضد الكيان الصهيوني الا في حال وقف العدوان على غزه. ده طبعا الفريق الاول اللي هم الحوثيين. طيب الرد من الولايات المتحده الامريكيه كان ايه؟ كان انهم كونوا تحالف من 6 دول، 6 وانضمت ليهم 3 دول بعد كده، سموا التحالف ده بتحالف حارس الازدهار للتعامل مع تحالف الحوثيين وانصار الله. يعني كده بقى عندنا شرارة حرب جديدة، وبدأ يتم الإعلان كمان من إسرائيل إن هم لازم للأسف هيتم اجتياح رفح. طبعا الجانب المصري عندنا والرئيس المصري عندنا أعلن إنه ده أمن قومي وإنه أي حد هيبدأ يروح ناحية رفح هيكون التعامل معاه من خلال الدولة المصرية. قلت لحضراتكم قبل كده إنه اجتياح رفح لا قدر الله لو حصل هياخد الذهب في حتة تانية خالص، لأنه للأسف عندي هنا في مصر أولا هو اللي حصل ده
يعني موضوع الحوثيين وانه يكون في مشاكل تانية في البحر الاحمر ده اصلا هيزود الضغط شوية على الدولار وهيخلي سعر الدولار بيرتفع من جديد، وطبعا مع دولار الساغة. طيب التوتر الجيوسياسي هيرفع السعر في الشاشة العالمية، هيخلي برضو الشاشة العالمية بترتفع. طيب ان شاء الله ونتمنى انه ده يحصل في حال انه مفيش اي حاجة من الحاجات دي خالص حصلت، وكلنا بنتمنى ده. لو ده ما حصلش هيرجع الذهب تاني يتماشى مع البيانات الاقتصادية، يشوف بقى البترول بيرتفع يرتفع معاه، يشوف الاسعار بتاعت يشوف البيانات، يجي بيان سلبي للذهب الذهب ينخفض، يجي بيان ايجابي للدولار الدولار يرتفع، وترجع تاني بحكاية تمشي طبيعية. موضوع الهدنة اللي اتكلمت عنه غزة واسرائيل من المحتمل انه يكون خلال الاسبوع الحالي، علشان كده بقول لحضرتك اولا خلال ايام الاعياد بيكون عندنا تسعير عشوائي، احنا ما بنشتريش والشاشه العالميه بتغلق، بنشتري لما الشاشه العالميه بتفتح ونشوف ذهبنا بيتماشى مع السعر العالمي، لكن في ايام الاجازات بيكون اي تسعير على يعني على هوا المسعرين، فانا ما بشتريش ذهب وعندي التسعير متوقف. خلال ايام الاعياد قلنا كتير قبل كده المضطر فقط هو اللي بيشتري ذهب او انه يستغل الفرصه ويبيع الذهب. طيب ابيع ذهبي؟ الحقيقه لا، مش هي دي اخر فرصه. لو حصل لا قدر الله اجتياح لمرحله للقطاع غزه او لرفح، لا هتشوف الذهب في حته تانية خالص. طيب ده ما حصلش، في عندي فرصتين. الفرصه الاولى هتكون في شهر 12 لما الفدرالي الامريكي يخفض اسعار الفايده، وده بحسب اداه قياس الفايده الامريكيه وكل المؤسسات الامريكيه زي بنك اوف امريكا. المرحله الثانيه طبعا احنا كده بنتكلم على العالمي، طب المرحله الثانيه بقى تخصنا احنا هنا في مصر مع بداية استحقاق شهادات ال 27%، ودي كانت شهادات بديلة لشهادة ال 25%، كان التارجت بتاعها نص تريليون جنيه مصري، الحقيقة وصلت لأكتر من كده بكتير، وصلت ل 750 مليار جنيه مصري، وما زالت الشهادات مكملة معانا. السنة اللي جاية بقى في شهر واحد القادم استحالة البنك المركزي هيسيب الفلوس دي تنزل للأسواق المصرية، لأنه هترفع مع نسب التضخم كتير جدا جدا جدا، وهو متفق مع صندوق النقد الدولي أنه إذا لم يتم تخفيض أسعار نسب التضخم أو تخفيض نسب التضخم مش هيكون في شرائح بعد كده، لأنه احنا اتكلمنا قبل كده كتير جدا أنه صندوق النقد الدولي بيدي لحضرتك قرض مشروط، لو أنت ما نفذتش الشروط مش هتاخد الشرائح اللي جاية. ساعتها هتشوف انه الذهب طبعا بيرتفع بصوره كبيره جدا، وساعتها تقدر تبيع ذهبك. اما تروح تبيع ذهبك دلوقتي وانت منتظر احداث جيوسياسيه ممكن ترفع الذهب، منتظر ولسه ما خفضش اسعار الفايده، منتظر وجيروم باول عمال يهد في الذهب ويهد في اسواق الذهب كل شويه وبيرفع فيه السندات الامريكيه، وتروح حضرتك دلوقتي تبيع ذهبك. كمان عندك هنا في مصر تسعير عشوائي، واللي عايز حاجه بيعملها وحضرتك برضو رايح تبيع ذهب. انا كده قلت لحضراتكم على كل التطورات اللي حصلت جديدة على ارض الواقع بخصوص موضوع التوترات الجيوسياسية والاعلان عن الحرب الجديدة وكل الكلام ده كله، والذهب رايح لحد فين. اما بقى حضرتك هتشتري ولا هتبيع، مش كلنا ظروفنا واحدة، وفي الاخر الموضوع بيرجع لحضراتكم. بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لاي حد من حضراتكم قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة. منتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة، يا ريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. في امان الله.